بدعم من وزارة الطاقة والمعادن والبيئة قطاع البيئة، وتحت شعار المساهمة في حماية المجال الواحي بتسمين نفايات معاصر الزيتون، نظمت شبكة الجمعيات التنموية بواحة زيز ورشة تطبيقية حول طرق تحضير علف الماشية من نفايات معاصر الزيتون بمقر تعاونية المجد أسرير بالراشدية. شركة الجمعية التنموية بواحة الغرة، السادة أعضاء المكتب المسير للشبكة الجمعية التنموية بواحة الغرة، أيها الحضور الكريم، السادة أعضاء تعاونية المجد أسرير، اليوم غنجيو باش نكملوا ما تبقى من المشروع ديال تسمين نفايات معصر الزيتون، اللي شاءت الظروف أنه غادي يطول نظرا للسبب الرئيسي اللي كل ما عم كامل تعرفوه، أن المغرب دخل في حالة الطوارئ الصحية يعني لمدة تقريبا 8 أشهر أو 9 أشهر، وتعذر معه الأمر أننا نظموا هذه الأنشطة ديالنا بواحد الشكل اللي هو كنا تنطمحوا ليه وكنا فكرنا ليه، على أساس أننا ننقلوا الناس والساكنة ديال المنظرة بصفة عامة واحد مجموعة من يعني المهارات والتقنيات اللي غادي تخليهم يتعاملوا مع هذه المشاكل ديال النفايات السربة والسائلة ديال معصر ديال الزيتون، وكذلك النفايات الاخرى اللي كاينه على مستوى ديال الواحه اللي تتجلى في الجريد وفي الكرناف وفي واحد المجموعه من الامور اللي كانت تتشكل الى وقت قريب يعني واحد النغص واحد يعني خطر على السكينه. ويهدف اللقاء حسب الاستاذ حسناوي حميد رئيس الشبكه الى له هدفين اساسيين، الهدف الاول واللي هو مهم وأساسي هو أننا نربطوا حلقة ما بين هذه الواحة هذه وما بين البحث العلمي وما بين التفكير الأكاديمي، كيفاش ممكن نستفدوا من الأساتذة ومن الجامعة اللي عندنا هنا في الرشيدية. ومشكور الأستاذ شاكب العالم على المجهود اللي قام به، لا سواء في إنجاز هذا البحث هذا لا في إنجاز هذا المشروع ولا كذلك في تطبيقه على أرض الواقع. نشكر كذلك الأستاذ خالد سلام الذي لا يتواجد معنا لالتزام آخر. إذن هذا الهدف الأساسي والأول. الهدف الثاني اللي ممكن كتعمل الشبكة على أنها تنزله واللي هو أساسي هو الجانب التنموي، كيفاش ممكن هذه الفكرة اللي جبنا مع وزارة الطاقة والمعادن كيفاش ممكن أنه يستفدوا منها الفلاح. إذن عندنا ثلاثة ديال المخرجات أساسية يمكن تحطنا في أنشطة سابقة على جوج المخرجات، اللي هي كيفاش من المخلفات ديال المعاصر ديال الزيتون والمخلفات ديال الواحة اللي هي سواء ورق سواء جريد سواء شنو آخر زيتون كذا، كل شيء اللي كاين في الغابة كيفاش ممكن أننا نستافدو منه وندخلوه في أنشطة أخرى اللي ممكن تفيد الفلاحة، لا في مدخول لا في مدخول اللي ممكن يدر عليهم مدخول، ولا كذلك فانها تخفف الاخطار اللي كتحيط بالواحه. احنا يعني كيف كتعرفوا المنظومه البيئيه الواحات هي يعني راها معروفه هشه بزاف، ولهذا يعني مثلا هذه القضيه يعني باش هذه النفايات اللي كنعتبروها نفايات، اولا الهدف ديالها خصنا نتخلصوا منها بطريقه سليمه، اولا من اجل الحمايه ديال الواحه ديالنا. علاش؟ لانه زمان في الغابه ما كنلقاو حتى شي حاجه يابسه في الغابه، كل شيء كيتستعمل. مع الاسف حاليا يعني كاين النمو التكنولوجي الى اخره، يعني الناس ما بقاوش كيستعملوا بزاف بعض المواد اللي كنلقاوها في الواحه. كاين المواد العلفيه راه غير الخنشه، شحال دير؟ راه الخنشه ما وصلش 50 كيلو، ما بين 100 حتى 150 درهم. راه 150 درهم راه فلوس. جبر لي خنشه ديال الكومبوست راه تبدي رخيصه، غير خنشه ماشي كبيره بزاف، من 50 درهم حتى ل 100 درهم نتاع الكومبوست يعني، وعليهم الطلب راه الرموكات يدخلوا الرشيديه ديال الكومبوست وديال الاعلاف، يعني هذا مجال الحاجه اللي خدمتها غادي تتباع، ولكن خص هذاك الشيء يتخدم بواحد العقلانيه.
بالنسبه للتربيه ديال المواشي الاكل ديالهم كندير واحد القضيه، واش هي ولا ما صحيه ولا لا، واش صحيه ولا ماشي صحيه. اولا كنتصل بالسيد اللي مسؤول بالتراكتور في التعاونيه راه معروف كيجي، كندير التمر، كندير الذره، كندير الفول، كندير الشعير، كندير واحد الكميه قليله ديال اللي كنقولوا لها فرينه، كندير التبن والقرد والتعطور، بقايا ديال اللي كنقولوا له ديال الزيتون، كندير واحد لاطاب كبيره، وكنطحن كل شيء وكنرمي معاهم الملحه والفيتور. الفيتور لانه خصنا نشيروا للفلاح بانه الفيتور ديال الماكينه ماشي الفيتور ديال المعصره البلديه. حميد الحسناوي رئيس شبكه الجمعيات النمويه بواحد زيز مدهره. اليوم تعملت الشبكه على مواصله تنفيذ مشروع الذي تنجزه في اطار اتفاقيه شراكه مع وزارة الطاقة والمعادن قطاع البيئة، والذي هو تحت شعار تثمين نفايات معاصر الزيتون، حيث اليوم ننظم ورشة للسماد لإنتاج السماد الطبيعي ما يسمى باللونسيلاج، إذن وما يسمى بالعلف الماشي عفوا اللونسيلاج، من أجل أننا هذا العلف الماشية يتكون من مخلفات واحد لوحة بما فيها سعف النخيل، بما فيها مخلفات أوراق الزيتون، بما فيها مجموعة من المخلفات التي توجد في الواحة. الهدف الأساسي هو أولا المساعدة والمساهمة في تنقية الواحة، وأيضا المساهمة في خلق نواة لعلف خاص بالمنطقة، من أجل تجاوز مجموعة من الإشكالات من أبرزها ما تخلفه محطة تصفية من المياه العادمة، واستغلال هذه المياه العادمة في سقي مزروعات من أجل علف الماشية، وكذلك خلق أنشطة وموارد مدرة للدخل للتعاونيات التي ستعمل شبكة الجمعيات النموية على تأسيس تعاونيتين، وهي من مخرجات هذا المشروع تعاونية نسائية وتعاونية كذلك شبابية، من أجل أن تضمن استمرارية هذا المشروع. إذن الشبكة تواصل رغم جائحة كورونا، تواصل إنجاز مشروع مع الوزارة من أجل الالتزام باتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين. شكرا. أستاذ عالم شاكيب، أستاذ باحث في كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية جامعة مولاي إسماعيل. هذا اليوم اللقائي اللي تنظم في الجماعة ديال أسرير الدغرة هو يوم تحسيسي، نتمنوا غادي تكون إنشاء تعاونيات لإنتاج الأعلاف وتعاونية لإنتاج مواد الكومبوست. هذه المنطقة عندها واحد الخاصية أنها تضم أنشبتل ماشية كبيرة، وعندها تستورد كميات كبيرة من الأعلاف، وكاين واحد المعضلة أخرى بأنه مع انتشار التنقيط بالقوطاقوت الآن صار واحد الطلب كبير على الكومبوست إلاتور. هذه المواد الاثنين الأعلاف والكومبوست هي مواد اللي المنطقة تستوردها مناطق أخرى نتاع المغرب، وعندها واحد التكلفة زايدة. الفكرة الأساسية نتاع هذا اللقاء وشنو هو؟ هذه المنطقة عندها بزاف نتاع المخلفات ديال الواحة، جريد النخيل، معاصر الزيتون، مخلفات التمور، عندنا بزاف هاد المواد اللي هي تستعمل كأعلاف، ولكن ما مضبوطش القيمة الغذائية ديالها. هنا يقدر يدخل البحث العلمي في أنه استعمال هاد المخلفات اللي كانوا يشوفوا فيها كنفايات، بأنه الحرائق نتاع الواحات، التلوث بمعاصر الزيتون اللي كانوا فيها النفايات، يمكن نحولوها إلى إنتاج علف حيواني بمواد محلية، ولكن مع ضبط القيمة الغذائية ديالو، وهذا غادي يمكننا خفض التكاليف على الكثير من الكسابة نتاع المنطقة. ثانيا عندنا بزاف هاد المخلفات اللي كانت تعتبر كنفايات، يمكننا تحويلها إلى كومبوست. الكومبوست راه كاين طلب كبير على الكومبوست في المنطقة، والأكثرية راهم يستوروه خارج المنطقة. هنا البحث العلمي يقدروا نعاونوا هاد الجمعيات باش نضبطوا
الفعالية ديال هاد الأسمدة العضوية والطريقة باش دار بها التخمير نتاع الكومبوست، وأيضا أننا لتلافي أن يكون هاد الكومبوست ناقل لبعض الأمراض اللي تقدر تسبب. كاينة كميات كبيرة من هاد النفايات اللي يمكن استغلالها، والحاجة المهمة هو إقامة التعاونيات اللي غادي تخلق لنا واحد الرواج اقتصادي مهم. وكل هاد الشيء منين جاي؟ جاي مواد اللي كانوا يشوفوا فيها الناس كنفايات، وإن شاء الله زعما هنايا غادي تخلق فرص شغل، وفي نفس الوقت أنك توجد بعض هذه المواد العلف والكومبوست بأثمنة تكون منخفضة وفي متناول الفلاحة الكسابة والفلاحة ديال المنطقة، وفي نفس الوقت أنه تحث على تكون واحد التنقية شاملة للأعشاش ديال الواحة. وهنا غادي يكونوا جوج حوايج، أننا نخلق واحد التنمية وفي نفس الوقت المحافظة على البيئة وتنقية الواحة، وكل شهادي في إطار إنشاء واحد التنمية مستدامة وواحد الواحة مستدامة. وشكرا. طالب عبد الرحمن من سكنة قصر أسرير، فلاح ونشيط في الفلاحة ديالي وكساب، وكان نتداول الشيء ديال 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 الكسيبة ديال الحليب، وعضو في تعاونية حليب زيز الرشيدية، وكان نخدمو في الغابة، وكان ديرو الشيء ديال لونسيلاج في شهر 7 درا. احنا كيطيح لينا رخيص حيت كيجيب الله الماء، كيكون الماء موجود كيطيح لينا رخيص، بعدال باش نجيبو في برا في الغرب بالقصيري او بملال او في جميع المناطق فاش كيتوجد هذا الانصلاج حكيت حينا رخيص الى استعملناه هنا كاين. وكنطلبوا من الله ومن الناس اللي يعاونونا باش تكون هذه الوجبه، باش تكون هاد الناس اللي جاوا داروا لنا هذه الورشه هنا كاين، والله يجزيهم بخير. بكر رقية، عضو في شبكة جمعية التنموية لواحد زيز دغرة، واليوم في هذا النهار إن شاء الله جينا باش ندير تجربة واحد الدرس تطبيقي في المنتوجات الطبيعية اللي كنحاولوا منهم نديروا أسمدة علف للمشية، وكنحاولوا ننصحوا شي في بعض من الفلاحة باش ينسجموا معنا حتى هما في هذا، باش تكون عندنا واحد التمين ديال المنتوجات محلية اللي بغينا ننتجو بهم العلف ديال المشية، واللي كنتمناو هما الناس المسؤولين يكونوا معنا ويمدونا يد المساعدة باش نزيد في هذا، وبالنسبة للفلاحة يكونوا حتى هما طرف مننا لا بالنصيحة ولا كيفاش يديروا العلف المشية. عندنا التزام مع الوزارة أننا نخلقوا جوج ديال التعاونيات، ولكن نتمنى إن شاء الله أننا نستطيعوا نطوروا الفكرة في التراب ديال الجماعة ديال المدغرة، ما نخلقوش غير جوج، ما يتخلقوش غير جوج، ولكن يتخلقوا أكثر، ممكن يتخلقوا 4 يتخلقوا 6، لأن راه الطلب كبير، إذا خص الإنتاج يكون أكبر. إذا شكرا لكم، شكرا للأستاذ فارح على مجهوده وعلى كما قال المنشط الاستاذ شاكر المنشط الدينامو. شكرا للاستاذ شاكير، شكرا للاستاذ مويد على الحضور.